في أبريل عام 2020 تحديداً أعادت ميليشيا حزب الله سيطرتها على المدينة الرياضية وكتل الأبنية تحت المدرجات بإسناد وحماية متقدمة من قبل مكتب أمن الفرقة الرابعة المسؤول عنه يعرب زهر الدين والعقيد ضياء المتمركزين في مقر نادي الرماية المتاخم للمدينة والذي تم تحويله لمكتب للفرقة الرابعة في السويداء. وبحسب المصادر فإن المجموعة الجديدة المكونة من 25 عنصرا من لبنانيين وسوريين، هؤلاء العناصر بمعظمهم من منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، وعلى رأسهم المدعو حسين الجزار أحد أقرباء القيادي السابق في ميليشيا حزب الله المدعو فادي الجزار الذي قتل في القصير بريف حمص عام 2015. هؤلاء قبل قدومهم إلى السويداء كانوا قد فيما يعرف بمدرسة السواقة في دماس وعملوا طويلا تحت إمرة الحاج مجتبى. مهمة هذه المجموعة تقوم على تجنيد شبان من السويداء للتطوع ضمن الفرقة الرابعة الذراع الشيعي في جيش النظام مقابل ضمانات بعدم الملاحقة من قبل أجهزة النظام الأمنية، كما أنها ستدرس الطلبات لتكوين ميليشيا درزية بولاء شيعي على غرار مجموعة يعرب زهر الدين نجل عصام زهر الدين. ووفقا لمصادرنا أيضا فأن هذه المجموعة تدير مجموعتين لحزب الله، إحداهما في الفوج 44 في حرش قنوات والأخرى في مقر قيادة الدفاع الوطني، حيث عقد اجتماع ضم قادة المجموعات الثلاث وهم حسين أيوب مسؤول في مجموعة للحزب في الفوج 44 والمدعو زهير الحاج المسؤول في مجموعة في مقر قيادة الدفاع الوطني. وجرى خلال الاجتماع الحديث عن استبدال كافة عناصر ميليشيا الدفاع داخل المقر بعناصر من الفرقة الرابعة بشكل كامل نتيجة ازدياد المشاكل بين الطرفين.